طب تاني نوع ايه بقى؟ ليكويد. مش احنا خدنا سوليد ليكويد؟ الليكويد خلي بالكم ماله الليكويد، شوفوا اتس بارتيكلز مالها ار فار فروم ايتش اذر. فار فروم يعني بعيدة عن ايه؟ بعض. يعني ازاي؟ اهي شايفين دي هنا مالها، شايفين دي فيري كلوزلي توجذر، فيري كلوزلي يعني متقاربة، وهنا ايه؟ فار فروم ايتش اذر. ها اتس ايه؟ Its particles are far from each other. ده اللي هي الايه؟ الليكويد. امال السوليد ايه؟ very closely together. والليكويد are far from each other. شايفين الصورة الأولى والثانية؟ طب ايه كمان؟ ها definite volume and indefinite shape. لا definite برضه شيء ولا indefinite؟ indefinite. يبقى الليكويد definite volume. طيب عايزين صورة توضح كده. حاضر اهي، بيقول لي take the shape of their container. ده container، خلي بالكو هنا container، هنا container. مختلفين ولا زي بعض؟ عشان كده قلنا take the shape of their ايه؟ ده اللي هو الايه؟ الليكويد. يعني كل ما احطه في مكان ايه اللي بيتغير؟ الفوليوم. الفوليوم ايه؟ ها ديفينيت. اما الشيب indefinite. الشكل ماله بيتغير اهو. ها تاني ليكويد ماله؟ بارتيكلز ار فار فروم ايتش اذر. طب ات هاز ايه؟ definite volume and indefinite shape. بتيك زي ايه؟ تيك ذا شيب اوف زير كونتينر. هل في امثله عليها؟ اكزامبلز ايه؟ ها اويل ووتر ميلك. اويل. ها اويل ووتر ميلك. طب امال الاكزامبلز بتاعت السوليد؟ ايرون ستون اند ايس. احنا خدنا ايه دلوقتي؟ سوليد والايه؟ الليكويد. باقي حاجة أخيرة اللي هي إيه؟ جاز. ها its molecules are very far. خلي بالكو السوليد كان إيه؟ very closely. السوليد very إيه؟ أمال الليكويد far from. أمال الجاز very far. طب ممكن نشوفها أهي، شايفين هنا very closely، هنا إيه؟ far، في مسافة، هنا إيه؟ very far، يعني المسافات بعيدة. تمام؟ طب ايه كمان؟ it has a indefinite shape and indefinite volume. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا كده اهي indefinite. ها indefinite shape and indefinite volume. انا عاجبني انكم بتسمعوا غايبا حافظين، مش بتبصوا تقرا صح ولا لا؟ طب ايه في بقى examples؟ ها oxygen water vapor. فيبر. تمام، حد فهم حاجة؟ اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ السوليد والليكويد والجاز، وقلنا ماتر كونسيستس اوف سمول بيلدينج يونتس كولد موليكيولز اور بارتيكلز.